السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف ندخل في درس استقصاء الاحتكاك. ما السطح الذي نتج عنه احتكاك أكبر؟ سطح ورق السنفرة. كيف عرفت ذلك؟ المسافة التي قطعتها قطعة الخشب هي المسافة هي 25 متر. لماذا نتج هذا عن سطح احتكاك أكبر؟ لأن السطح خشن. ما السطح الذي نتج عنه احتكاك أقل؟ البلاستيك الشفاف. كيف عرفت ذلك؟ من المسافة التي قطعها الخشب. من المسافة وهي 120 متر. لماذا نتج عن هذا السطح احتكاك أقل؟ لأنه سطح أملس. اقترح طريقة لتقليل الاحتكاك قطن الخشب عن جميع الأسطح. أدهن قطعة الخشب. وبكذا انتهينا من درس